اهلا وسهلا بيكم، وحشتوني من الاسبوع اللي فات. طبعا احنا النهارده معانا زي ما بنوعدكم كل اسبوع فقرات مختلفه من كل المهن، لان في ناس كتير جدا بتسال بتقول لا هو كوافرات بس او كوافرات رجالي بس. لا طبعا احنا كل المهن، من دكاتره المحاميين لكل المهن اللي موجوده معانا هنا. طبعا انا عايزه اقول لكم ان حاجه كده بسيطه وسريعه عن تجربه. طبعا يا جماعه الحياه بالنسبه لنا هي حلم. ازاي ان احنا نحلم؟ وايه هو سر ان انت ممكن تحقق حلمك؟ ممكن الواحد يقدر يحقق حلمه بس الامكانيات، او هو ما يقدرش ان هو يعمل، يعني حد يساعده ان هو يفكر ان هو يعمل حلمه. طبعا هو السر بتاع حقق حلمك هو الاصرار. الاصرار يا جماعه لازم تكون كل واحد عنده اصرار ان هو ينجح، ولا مشاكل الناس ولا خوف من الايام ولا اي حاجه تقدر تقف قدامك باذن الله تعالى. من برنامج افتخر بمهنتك، طبعا انا برحب بضيوفنا النهارده. معانا مدام نجلاء، اهلا وسهلا بيكي ميك اب ارتست، ومعانا مدام سماح، اهلا بيكي ميك اب ارتست، نورتوني. طبعا احنا بنوعدكم كل اسبوع في حلقه مختلفه. النهارده طبعا السؤال يرجع لمدام نجلاء. طبعا احنا شايفه، اهلا وبرحب بالموديل. معاكي مين من الموديل؟ منال. اهلا وسهلا بيكي، شرفتينا. طب انا عايزاكي بقى تقولي لي، انا شايفه بقى خطوبه والضوافر كمان فيرني حاجه تحفه، نفس الاكليريك اللي طالعه دلوقتي اليومين دول. عايزاكي تشرحي لي ايه الجديد وايه اللي يمشي مع اللوك بتاع وشها. منال المكياج بتاعها مكياج يعني مكياج خطوبه شك. خطوبه. هل هو يمشي في سيزون الشتاء؟ احنا طبعا داخل علينا سيزون الشتاء زي ما حضرتك شايفه. لا، مكياج الصيف غير مكياج الشتاء. طب انت شايفه ايه اللي يعني يزيد على بالنسبه للشتاء او الصيف؟ الالوان الغوامق الداكنه ولا ايه؟ لا، المكياج الغامق طبعا في الشتاء احسن، بيبقى احسن. ايوه. طب انا طبعا شايفه الموديل، لو تقدري حضرتك كده تظبطي لنا وتعرفي المشاهدين بحضرتك. انا شايفه كمان الروج ده، نفس الروج بتاعي على فكره. الروج ده طبعا الفوشيا ده تحفه، بيليق على اي لبس. انا عايزه اعرف بقى الرموش، هل البشره الكريم الاساس بيبقى لبشره معينه ولا لا؟ كريمات الاساس غير اي، يعني كل بشره لها كريم اساس معين. ممكن استاذنك يا مدام نجلاء تيجي الناحيه دي بس علشان المشاهدين يشوفوا حضرتك؟ على مهلك، على مهلك. يعني لف الموديل كده على ناحيه الكاميرا عشان طبعا يشوفوا. تمام. انا طبعا شايفه كمان الحواجب. ايه رايك في موضوع الحواجب اللي هو اللي هي اللي بيقولوا عليها الشافونيز دي، اللي هي لا مش بتطلع على كل الناس. ده رايك كل يعني. واحده كل يعني مش كل موضه تطلع ان احنا ممكن نقدر ان احنا نعملها، يعني كله حسب الفيس. حلو قوي. انت حضرتك طبعا معروفه جدا طبعا في من اهل الصعيد، احسن ناس. فاتحه بيوتي سنتر هناك. فاتحه كوافير. والله انا بفتخر جدا بالستات اللي هي تبقى منتقبات. على فكره دي مش اول مره، دي حاجة جميلة جدا بصراحة. يعني احنا بقينا بنتمدن ومحجبات ومنقبات، فدي قليل جدا على فكرة عندنا هنا في مصر، فدي حاجة كويسة. يعني ناس كتيرة بتستعجبها يعني اللي انا ازاي محجبة او منقبة واشتغل كوافيرة يعني. لا طبعا دي حاجة نفتخر بيها، لان في ناس طبعا بتبقى محتاجة محجبات او الكلام ده، انت بتحسي بيهم اكتر. ايوه طبعا. طب ايه اللي هو ماشي عندك مثلا في المكان بتاعك؟ عرايس اكتر ولا لا؟ شغلي كله محجبات، ما بعملش اي حاجه شعر خالص، ما بعملش. والله يعني لو جت مثلا، انا جيت لك قلت لك عايزه اعمل شعري، ماشي؟ لا استشوار، مكوى. لكن اطلع شعر عريان لا، شغلي كله محجبه. ربنا يهدينا يا رب، ربنا يكرمنا كلنا جميعا ان شاء الله. والله دي حاجه كويسه جدا، يعني في كده وفي كده، ما بقاش عندنا في اختلاف يعني. والله دي حاجة جميلة يعني. أنا عايزة بقى تقولي للمشاهدين مكان حضرتك وأرقام تليفوناتك طبعا.
لو انا مش حافظه رقم التليفون بس مكتوب. طيب اوكي، الارقام التليفونات هي موجوده على الشاشه. انت بس تقولي العنوان بتاع حضرتك. محافظه بني سويف، قريه باروت. والله يا جماعه الناس جايه من اخر الدنيا، يعني دي حاجه نفتخر بيها. وبرنامجنا الحمد لله ان هو ناجح وجاي من كل الاقاليم، من هنا ومن هنا، فطبعا دي حاجه يعني بجد انا بشكرك جدا والله بجد، يعني ده فخر لينا ان انت جايه من اخر الدنيا. اتفضلي استريحي. ماشي. الموديل زي الفل اصلا، هي مش محتاجه اي حاجه، هي جميله لوحدها. بصي مدام سماح، طبعا نرجع لحضرتك ونشوف ايه الميك اب الجديد اللي انت عاملاه. انا شايفه طبعا دخله حاجه متميزه جدا بقى. عايزاكي بقى تشرحي لي، تقولي لي ايه الجديد. انا عامله لوك خريفي دافي خالص. كده كريس فوق العين، يعتبر مش حاطه ميك اب خالص. وكمان الموديل وشها طويل شويه. فانا ما، وكمان عيونها مبطنه، فانا ما فيش مساحه عندي ان العب فوق العين قوي، في دوبك بس كريس دافي خالص مع روج مط، يعني حاجه كانها مش موجوده. ينفع كده كتاب بصراحه. انتوا كل واحد عامل حاجه مختلفه، يعني طبعا اصل البشره والفيس هو اللي بيحددني اعمل ايه. وانا الموديل ده حاكمني ومحددني اشتغل عليه ازاي. اني ما طلعهاش برده في نفس الوقت حاجه اوفر او حاجه تبين عيوب بشرتها. حاجه تنفع في كل حاجه، شبكه، خطوبه، كاتب كتاب، ممكن تخرج بالميك اب، حاجه مش موجوده خالص. بالظبط. فهل ده علشان هو وشها كده بالزبط. ولا حسب، ولا هو كله انت ترجحي ان كله يعمل الميك اب اللي هو لا لا الدافي لا. ده لا، هو الدافي ما فيش منه مشكله الالوان، بس كل فيس ليه الشغل بتاعه. يعني الحواجب انا ما عملتهاش شابونيز مرفوع عشان برضو ما اطولش الوش اكتر. تمام. عملتها يعني نص دايره صغيره كده، وبرضو العين مبطنه، فانا لو مليتها قوي هتبان ان هي كلها كتله سوداء. فانا يعتبر سايباها بس يا دوبك، حتى الرموش مركبه درجه يعني 12 او 13 حاجه خفيفه خالص. سلامي جميل والفستان جميل وانت اجمل. سلامي. وحضرتك جايه من منصوره. من المنصوره. أيوة. يعني يا جماعه طب نقول ايه بقى للناس دي، يعني اللي جاي من المنصوره واللي جاي من بني سويف. يعني بصراحه والله العظيم بجد ده احنا بنفتخر بيكوا جدا، وبنعرف الناس والشباب ان انتوا بتجاهدوا طبعا عشان توصلوا، ودي حاجه من الفجر بجد، يعني بجد لا دي حاجه احنا نفتخر بيها. عايزين نعرف بس الناس ان انتوا بتيجوا من اخر الدنيا طبعاً. علشان عايزين تكبروا وعايزين توصلوا. طبعا كل حلم بنحققه. طب انت تقولي ايه للناس اللي هي قاعده في بيوتها دي لا ومش عايزه تشتغل؟ لا لا لا، كل مهنه فيها، يعني انا بنوتي وانا جايه بتقول لي هو شغلك فيه نجاح؟ يعني هي مفكره النجاح ده في المدرسه بس. قلت لها كل شغلانه واي شغلانه فيها نجاح، مش شرط ان الكوافيره ان هي تقعد في البيت كوافيره، لا باخد كورسات وبشوف الجديد ايه، وكل سنه باخد كورس جديد وبشوف ايه الجديد. ربنا يكرمك. بشوف ايه الكونتور، ايه اللي طالع، لان موضه السنه اللي فاتت مش زي دي، مش صح زي صح دي، مش زي دي. طبعاً فلازم طبعاً. عشان شغلي وعشان اعرف طبعاً. الدنيا فيها ايه. انا عايزاكي بقى تقومي تشرحي لنا كده الموديل. حضرتك انا شايفه ان انت محدده الوش شويه كونتور. بالظبط. انا الملامح عندي هنا ما فيش خدود خالص. تمام. فانا زودت الكونتور عشان ارفع بس عظمه الخد، عشان العظمه تظهر. بالظبط. وكمان الانف عندي بارزه شويه برضو. فهايلايتر وكونتور عشان برضو اديها اضاءه تنفع مع البشره بتاعتها، لان شايفه البشره الفيس ضعيف ما فيش خدود برضو، فانا لازم الكونتور. عملت عظمه للخد، الروج برضو ما ظهرتوش قوي لان عندها برضو عشان تقدري تدوري شويه. بالظبط. فانا حاولت العب في البشره على قد ما اقدر، وفي نفس الوقت لوك خريفي بسيط دافي ما فيهوش اي حاجه. طب انت ايه رايك، تقدري تعملي عروسه من غير رموش؟ لا لا بعملها والله، والله ماسكارا مكثفه وبظبط الدنيا. لا، وفي دلوقتي ماتيريال كويسه او براند عالي مكثفه مره واتنين بتبقى زي الفل. طب انت رايك ان الميك اب البراند عليه عامل اساسي؟ طبعا عليه عامل طبعًا. اساسي، يعني بدل ما اجيب 30 40 حاجه اشتغل بيها، ممكن اجيب ماركتين ثلاثه بس براند وحاجه كويسه. شايفه مفيش مسام معايا مفتوحه، مفيش عيوب، مفيش نمش، خافي خافي كل حاجه، وفي نفس الوقت تشوفيها مش حاطه ميكو. طب تقولي ايه للناس اللي هي مثلا مش بمقدرتها ان هي تجيب ماتيريال غاليه؟ تمام. في حاجات برضو في السوق مش قوي، يعني ما اروحش على القوي، يعني المتوسط في كل حاجه كويس. الحاجه المتوسطه برضو. طب يقدروا يجيبوا هو الفونديشن بس؟
الاساس الاساس مثلا يعني عايزاك تعرفيهم الاساس القوي البرايمر، يعني تجيبي حاجه اللي هي خافي عيوب، تقفل معاكي المسام، تقفل كل حاجه. بس انا اعتقد البرايمر يعني هو بيتحط اصلا قبل الميك اب. لا قبل الميك اب خالص. هو ده اللي بيدي ده الاساس، هيقفل معايا في مسام واسعه، في حفر، في عيوب، في نمش، هيظبط معايا الدنيا، وبعد كده ممكن اشتغل ماتيريال متوسط ما فيش منه مشكله. طبعاً. انما دايما الاساس، وكمان اللي مباشر على بشرتي وعلى الجلده، يعني معلش اجيبها غاليه شويه او براند عشان تحافظ لي انا على البشره فيما بعد. ايوه لان هي ملامسه بالظبط للجلده، فبعد كده اجيب البرايمر كويس وبعد كده ماشي تمام زي الفل. يعني انت يعني عامه هو يبقى الاساس الفاونديشن بالظبط. الفاونديشن او البرايمر بتاع الميك اب. تمام. طب بالنسبه للمسكرة مثلا بدون مش ذكر، برضه عادي مش مشكله، اصل يعني مش هتبقى براند قوي لانها شويه، بس برضه ما اجيبش. تسلمي يا حبيبتي. اتفضلي. مدام نجلاء، نرجع لحضرتك تاني. انا عايزاكي بقى تقولي لنا ايه اللوك اللي واو بيبقى عندكم مثلا في البلد. احنا عندنا المكياج الغامق مش قد كده، مش حابينه، حابين اللي هو الوردي في المكياج. يعني الاساس عندكم اصلا الوردي اللي يظهر الوش، لكن المكياج الغامق بيقولوا الوش مطفي، اللي هو النحاسي، معنا صح حدود النحاسي. يعني اكتر حاجه حبينه مشهوره عندكم هي الميك اب. لكن الشعر مش اساس قوي يعني. لا حافظة بنسوف كلها يعتبر كلها محجبة. طب هل البروتين والحاجات دي شغال عندكم ولا؟ لا مش شغال عندنا. لا طب شغالة عند حضرتك؟ متخصصة بروتين. متخصصة بروتين. بروتين علاجي. ايه هو المنافع البروتين وايه اضراره؟ كل حاجة لها منافع وكل حاجة لها اضرار. زي بس العميلة لو التزمت باللي انا بقول لها عليه زي الفل، انما هي ما تعتمدش ان هي عامله بروتين وتقعد لي بقى بالاسبوع ما تعملش حمام ما تسرحه، بس لازم هيضعف ولازم يتقصف ولازم 6 شهور وبتعمل جلسه للجذور، اعاده للجذور. وبرضو الا البروتين بقى ما اروحش معلش استرخص واجيب براند بقى في الارض وبعد كده اشتكي شعري وقع شعري اتسقط. لا صح. طب انا عايزه برضو حضرتك تقولي عنوان المشاهدين. انا اونلاين. ورقم تليفوني. رقم التليفون هيظهر على الشاشه. قولي لي العنوان. المنصوره قريه دجرنس. مدينه دجرنس. فاتحه مكان معين؟ لا انا اونلاين. اونلاين. تمام. عايزاكي توجهي رساله، اخر رساله عايزه توجهيها لمين؟ قدامك بقى الكاميرا، شوفي جمهورك، لحد تبعك، عايزاكي تقولي كلمه نختم بيها. كلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشكر امي وابويا عشان هم السبب في اللي انا فيه دلوقتي. ربنا يخليهم لك. ماشي. وربنا يخليهم لي. هم الفضل عليا، مش هقول اكتر من كده، مفيش حد تاني ليه فضل الا والدتي وابويا. مدام سماح، انا بتمنى بس ان ربنا يعني يعني واقدر اوصل ومسهل. والله انتوا هتوصلوا وزي الفل، وانا بفتكر بيكوا. تسلمي يا حبيبتي. والله بجد يعني سلمي. البرنامج ده خلانا نتعرف على ناس مش قادره اوصف لكم، يعني بقى يعني انا كان نفسي ان انا اقعد معاكم اكتر من كده، بس الوقت طبعا مش مساعدنا. شرفتونا نورتونا، وبرنامج يفتخر بمهنتك، هم فخورين بيكوا اصلا. تسلمي يا حبيبتي. ومعانا طبعا دلوقتي التهنئه، ننزل بالتهنئه. طب الصور تنزل. طيب اوكي. انا معايا طبعا علي اوشا. شيء يشرفني يا علي ان انت معايا النهارده في برنامج افتخر بمهنتك. باذن الله تكون معانا اللقاء الجاي، واحنا طبعا ده شيء يشرفنا ان انت تكون معانا في الورشه بتاعتنا، وان شاء الله يا حبيبي تبقى متالق دايما وتنجح من نجاح لنجاح. ومعانا طبعا تهنئه ثانيه للاستاذ اكرم السبكي اخويا. انا طبعا بحترمك جدا وبقول لك الف الف مبروك على الكليب الجديد بتاع نور المصري. ودايما انت بتكتشف المواهب، فعشان كده طبعا انا فخوره بيك جدا، واحنا في البرنامج بتاعنا افتخر بمهنتك. ميرسي جدا وشكرا ليكوا وشرفتونا ونورتونا. نستكمل معانا مع زميلتنا شيماء عزايم باقي الفقرات. اوعى تروح في حته.
انا ذكري جميل، صاحب ورشه الموتيل، بقالي 10 سنين في المهنه، وبشجع مبادره افتخر بمهنتك. انا دكتور شنوده حلمي يوسف، صيدلي، بقالي 20 سنه في مهنتي، بشجع مبادره شباب وبفتخر، طبيب وافتخر، ومبسوط جدا بالتشرف معاكم. انا اسمي اسلام محمد، عندي صالون حلاقه، بقالي 18 سنه في المهنه، وبشجع مبادره شباب افتخر بمهنتك، وحلاق وافتخر. انا سامح عبده، كهربائي سيارات، بقالي 25 سنه في المهنه، وبشجع مبادرة شباب افتخر بمهنتك. أنا اسمي أحمد المحلاوي، صاحب شركة فاير سيفتي للتجارة والتوريدات، فني ترومبات حريق، ديزل وكهرباء وجوكي، جميع كل ما يلزم الحريق، وبشجع مبادرة افتخر بمهنتك. الحمد لله شغال بقالي 12 سنة 14 سنة في المهنة دي، وبفتخر بمهنتي. أنا ماركو كرم، بقالي 20 سنة شغال في المهنة، ورثها عن والدي، وبشجع مبادرة شباب افتخر بمهنتك. أنا محمد جمال، بقالي 15 سنة شغال في المهنة، في مهنة الفطير، وبشجع مبادرة الشباب ماشي وفطاطري وافتخر. أنا محمد طلعت، وارث المهنة عن والدي، بقالي 20 سنة، وبشجع مبادرة شباب افتخر بمهنتك. أنا اسمي سيد نور الدين، شغال في مكوجي بقالي 10 سنين، وبشجع مبادرة شباب افتخر بمهنتك. أنا اسمي مارينا جورج، طبيب صيدلي، كلينيكال فارماسيست، بقالي 3 سنين شغالة هنا، بشجع مبادرة افتخر بمهنتك، طبيب صيدلي وافتخر بمهنتي. من شارع شبرا، مبادرة الشباب افتخر بمهنتك، ان شاء الله انتظرونا على قناة الصحة والجمال، مثل وقدوة لكل المهن الحرفية والتجميلية والفنية والرياضية مع شباب مصر في كل المجالات. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، اهلا بيكم، واشكر زميلتي رحاب محمد على الفقره الاولى. والنهارده معانا احدى صيحات الموضه والجمال والفاشون، ومعانا استاذه هبه نبيل، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. ومعانا استاذه ريهام عادل، اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك. استاذه هبه، حضرتك منين؟ عرفينا. من السويس. من السويس، بس اساسي اسكندريه المنوفيه، تعرفي انا تشكيله. اهلا بيكي. استاذه ريهام؟ لا، من السويس. من السويس برضو؟ ده احنا معانا السويس النهارده. اهلا بيكي. سمو كبير من السويس برضو. والله؟ ايوه. طيب حضرتك تقدري تقولي لنا مثلا الشنوهات ليها اشكال معينه؟ يعني لو احنا مثلا في شكل معين العرايس بتبقى هو ولا بتختلف من عروسه لعروسه؟ بتختلف طبعا، حسب الفستان، حسب قصه الفستان. طبعا مش هيجي فستان مثلا مفتوح الم الشعر، لا، في كل فستان ليه قصه معينه، وكل بشره لها شنيو معين حسب الشكل والبشره يعني. بالظبط كده. تمام، ماشي. استاذه ريهام اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. عايزه اتكلم معاكي على الكونتور. الكونتور ده ليه اشكال معينه ولا برضو لو الوش مربع ليه شكل والوش المدور ليه شكل؟ الكونتور ده هو بديل عمليات التجميل دلوقتي، وكل وش ليه الكونتور بتاعه. يعني الوش المدور بيكون ليه كونتور، بنحف، نحاول ننحف المنطقه دي كده عشان يبان الوش اصغر. والوش اللي هو الطويل بنحاول ان احنا نظبط الخد من هنا اكتر، او عشان الوش يظهر ليه خد يكون كويس. طبعا هو اكتر حاجه بتميز الكونتور الانف، يعني بيجمل قوي الانف، بيصغرها. طيب لو بنتكلم مثلا عن الميك اب، الميك اب معاكي لكل شكل بنحط له، لكل عروسه مثلا بنحط لها شكل معين ولا كل واحد على حسب طبيعه وشه؟
يعني العين الواسعة غير العين اللي هي المبطنة. وال معلش اسألني لسه بتغير ايه؟ لو انت مثلا معاكي مثلا عروسة سوري، هتحطي لها نفس برضو الميك اب اللي هتحطيه للعروسة اللي هي الشبكة مثلا او الفرح؟ لا طبعا، الشبكة بتبقى معروف الميك اب بتاعها على حسب لون الفستان، وعلى حسب لو هي هتطلع بشعرها، لو حسب هي تطلع بطرحة. مكياج الشعر غير مكياج الطرحة، لان الشعر بيوضح الوش اكتر. استاذة هبة، بنتكلم مع حضرتك عن مثلا ايه الحاجات اللي بتتلف الشعر من السبب؟ استخدام الماتيريال الخاطئ، يعني بيجيبوا منتجات من اللي هي يعني مش معروفة، منتجات يعني رخيصة، منتجات عادية. الماتيريال الصح ان احنا نختار الحاجة الصح عشان تطلع معنا افضل منتج. تمام. وافضل لون، يعني ما مثلا واحده عايزه مبيتي، مش هجيب لها مثلا كريزي كلر واحطه لها ولا كده. تمام، غسله والتانية ان بيتي كلها يقع. لكن نجيب الماتيريال الصح، الصبغه كويسه، هي ديت اللي بتحدد معانا اللون الجميل اللي هيطلع يبقى كويس جدا قدام الناس. يعني انت بتنصحي الناس ان هم قبل ما يستخدموا الماتيريال الكويس؟ اكيد، دي بتفرق كتير جدا في لون الصبغه. تمام. يعني لازم الماتيريال الصح، نختار المنتج الصح، نختار الناس اللي يعني اللي الخبره، نسالهم دي كويسه، انتوا استعملتوا دي تمام، فبنجيب الحاجه طبعا تبع اللي هم بيقولون عليه. طب الصور الموجوده على الشاشه ممكن تشرح لنا اكتر؟ دي سنبله، ده بروتين، دي مهرجان فاشن ستار طلعت المركز الاول في الشينيون. دي صبغه نبيتي. طب كلمينا عن السنبله، السنبله احنا نحطها للشعر زفاف ولا شبكه ولا برده؟ مش فرح. كل ما الشعر يكون طويل السنبله تبقى جميله جدا فيه. وممكن نحطها في الزفاف مع الرفعه، هتبص تلاقي اديت منظر جميل جدا. وممكن السنبله بس ما نحطش التل بتاع الفستان اللي هو الطرحه، بنحطها دي بتغني عن كل حاجه. واحنا مع السنبله نحط الطرحه عادي؟ ما ينفعش، لا بتبقى السنبله لوحدها. السنبله لوحدها لان بتبقى ماليه الدنيا، لكن في الشبكه بتبقى جميله جدا، لكن في الدخله مش محبوبه يعني. طب اشرحي لنا برضه. ده ويفي سهره، شعر مسبوح صح؟ لا ده لايت، ده هايلايت. ده لايت ولا لو لايت؟ لا ده دي خصل. الصبغه ملهاش اضرار للشعر في المدى الطويل؟ ما اهم حاجه نختار الماتيريال الصح. لا يعني مثلا اخترنا الماتيريال الصح، تمام، ملهاش اضرار؟ لا طبعا. ليه؟ طول ما احنا بنستخدم الحاجه الكويسه، الحاجه اللي ما توقعش الشعرايه، الدنيا معانا هتبقى كويسه. واهم حاجه مثلا ايه؟ يعني نستخدم عموم الحمايه. ممكن نستخدم عامل الحمايه قبل الصبغه او بعد الصبغه. فمهم جدا نستخدم عامل الحمايه مع الشعر الضعيف، لكن الشعر كويس عادي بنستخدم الصبغه على طول. تمام. استاذه ريهام، هتشرحي لنا برده الحاجه برده اللي هتشوفيها على الشاشه؟ تمام. كلمينا عن اللوك ده، بيتلبس امتى؟ ده ميك اب سواري. ميك اب سواري؟ اه، لما تكون يعني بتلبسوه هي راحه سواري، راحه فرح يعني معزومه. وده برده ميك اب سواري، برده ميك اب سواري. الميك اب السواري عندك حاسه اللي هو ناعم رقيق؟ او انا مش بحب الميك اب يكون هنا. ودي شبكه، بتحبي الحاجات تستمبل في كل حاجه. دي عروسه شبكه. قولي لي بقى، بيتناسب امتى بقى اللوك؟ مع الزفاف ولا مع السواري؟ بس حضرتك الناعم، اللوك الناعم. الناعم مع السواري طبعا، لان العروسه لازم تكون واضحه قوي. يعني انت بتعملي السواري حاجه سيمبل علشان تظهري العروسه، عشان العروسه لازم هي اللي تبان، فلازم الميك اب بتاعها هو اللي يكون واضح، لكن السواري بيكون هادي. طب قولي لي مثلا الميك اب اللي احنا بنحطه مثلا بين يعني بنحطه على السواري بيبقى ليه الوان معينه؟ على حسب الفستان. داخلين على الشتاء. تمام. داخلين على الشتاء. الشتاء دايما بتحط له الالوان الغامقه. ليه؟ عشان بتدي دفء اكتر للوش مع اللبس كمان. زي الوانه ايه مثلا؟ زي البني،
الدرجات البيج والأورنج مع بعض بيدي شكل أحسن. أستاذة هبة، بالنسبة للصبغات وألوانها، لو قال حضرتك مثلا بنوتة مثلا قمحوية شوية أو لونها خمري شوية وعايزة تعمل مثلا أصفر مثلا أو اللي هو الرماديات، كل لون كل بشرة لازم نختار اللون اللي يناسبها. مش هنجيب مثلا واحدة قمحي نعمل لها مثلا لون الرمادي، لا، الرمادي ده بيختلف برضو درجاته. كل بشرة بحدد لها، هي مثلا عايزة زيتوني بجيب لها اللون الزيتوني اللي بيتناسب مع بشرتها. واحدة مثلا عايزة لون أحمر ناري وهي سمرة، بقنع العاملة اللي قدامي ازاي تختار الحاجة اللي تليق على بشرتها، وبقنعها بالصور، بصي دي هتبقى كويسة على بشرتك، دي لا مش هتناسبك، ممكن اعمل لك اللي انت عايزاه بس انت المسؤولة. فأنا بقنع العاملة اللي قدامي اللي انا اعمل لها الحاجة الكويسة، الحاجة اللي تناسب بشرتها مش الحاجة اللي هي عاوزاها. لو الحاجة اللي عايزاها تناسبها انا بعملها لها وبتبقى مبسوطة. فالحمد لله شغلي يعني معروف جدا والناس بتبقى فرحانة جدا 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 في برنامج افتخر بمهنتك. بس احنا عندنا مبادرة الخير للعرايس الايتام، عندكم استعداد تبقوا معانا في حاجة زي كده؟ لو في عروسة طبعاً يتيمة طبعاً ممكن تعملي لها ببلاش مثلا او أكيد بسعر رمزي؟ لا يا جماعة انا بقول لكم برنامج افتخر بمهنتك اي عروسة غير مقتدرة ان هي تعمل اي حاجة تيجي البرنامج وتتصل بينا، احنا هنيجي. استاذة هبة متطوعة تحت امركم استاذة ريهام كمان لا تحت واحنا برضو على يعني في السويس برضو العروسة الغير قادرة المحل بتاعي مفتوح واطلعها من غير ولا مليم. ممكن تقولوا ارقامكم؟ طيب الارقام بتاعي خلاص ماشي، ممكن تقولي العنوان؟ الارقام على الشاشة موجودة، قولوا العناوين مثلا. انا عنوان المحل بتاعي البراجيلي شارع المعصرة متفرع من ميدان الترع، واي عروسه يتيمه انا قلتها تاني تتصل بالبرنامج افتخر بمهنتك هو بصراحه هيقوم بكل التكاليف. استاذه واحنا معاها في نفس المبادره قولي مكانك برضو. المبادره كمان السويس شارع احمد عرابي. فين بالظبط؟ على الترع برضو. احنا البراجيلي يا جماعه البراجيلي. المبادرة بتقدمها أستاذة ريهام والأستاذة هبة لكل عروسة فعلا محتاجة فعلا، إن هي شايفة إن هي مثلا مش مقتدرة أو مش متيسر معاها، أستاذة ريهام وأستاذة هبة متكفلين بيها من كل حاجة، من الفستان لشعرها للميك اب، صح كده؟ أهلا بيكم، شرفتونا جدا. أهلا بحضرتك، البرنامج منور بيكي وتواصلوا معنا على الشاشه وشرفتونا ونورتونا جدا سينا. واهلا بيكم في برنامج افتخر بمهنتك. اهلا بيكم. بنقدم لكم الدروعه دي من البرنامج. استاذه هبه اتفضلي. تمام اوكي كده. طيب ميرسي ليكي جدا استاذه هبه، اتفضلي اتفضلي ليكي زي ما انت. ميرسي. اتفضلي. ميرسي ليك جدا. ميرسي لحضرتك. نعم اهلا بيكم، شرفتوني فعلا بجد وسعداء جدا ان احنا معاكم. فاصل ونستكمل فقرتنا مع استاذنا عماد شبلي. أنا ذكري جميل صاحب ورشة ألموتال، بقالي 10 سنين في المهنة وبشجع مبادرة افتخر بمهنتك. أنا دكتور شنودة حلمي يوسف صيدلي، بقالي 20 سنة في مهنتي، بشجع مبادرة شباب وبفتخر طبيب وأفتخر ومبسوط جدا بالتشرف معاكم. We'll be right back.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومعاكم الفقره المميزه الفقره الثالثه. نبتديها بفقره التهاني الاستاذ سيد العدوي صاحب مؤسسه العدوي للتنميه والتدريب. ان شاء الله يوم 18/11 ان شاء الله المؤتمر الثقافي المهني بالتعاون مع مستر عوض صبري والاستاذ الاكاديمي الاستاذ عوض صبري والاستاذ سيد العدوي. وبنتبع التهنئه برضه للاستاذ محمود السويسي والاستاذ رندا ابراهيم على ايفنت خبراء فن التجميل يوم 4/11 في نادي التطبيقيين. وتهنئه للعروسين امير ورنا من المستر عوض صبري بمناسبه الزفاف السعيد. وخبر لشباب محل الكوبرا، يتواصلوا معانا على ارقام التليفونات اللي موجوده على الشاشه. المستشار طلعت ابو الفتوح مستشار قانوني بيدعم المبادره وبيقول لكم اي استفسار قانوني او غير مقتدر يتواصل مع الارقام الموجوده على الشاشه. ونرجع لكم بقى مع المكير السينمائي ايمن عبد العزيز ابن كفر الشيخ بيلا، منورنا حبيبي والمثل والقدوه للشباب من التكفر والتجميل بجد. طبعا اسمك غني عن التعريف كفر الشيخ بيلا، وان شاء الله تكون حلقه مميزه ان شاء الله. نرجع بقى لعم حسن الاخ الكبير في مهنه الكفر والتجميل اللي احنا بنتعلم منه، واسمه علم في السويس وخدماته لاهالي السويس. منورنا عم حسن. بنورك حبيبي وبالقناه. طبعا نرجع لايمن، مبادره تفتخر بنتك من 3 سنين تفتكر في عشتار في المنوفيه، كان اول لقاء بينا. ان شاء الله. وايه التدرج المبادره، وايه يعني ايه تقدر تقول ايه للمبادره قدمت ايه الفتره اللي فاتت على السوشيال ميديا وعلى قناه الصحه؟ صراحه هو البرنامج جميل جدا جدا، واول لقاء ما بيني وما بينك كان في مهرجان عشتار في المنوفيه. بس الحمد لله وصلنا للمرحله اللي احنا فيها دي، كانت الاول حاجه صغيره وبتكبر شويه بشويه. طبعا المكير السينمائي ايمن عبد العزيز، عايزين فكره رحيم، عملت كده حاجه مع الفنان الجميل ياسر جلال. دي قول لنا التجربه دي. كان واحد يعز عليا جدا زي عماد كده، رشحني في المسلسل ده، وانطلب مننا قصات كانت صعبه شويه. موجوده على السوشيال ميديا حاجه جميله طبعا. رقم تليفونك متواصل على الشاشه اهوت، عايزك تقول حاجه كده لمتابعينك والعملاء بتوعك في انا بيالة. انا بقول لكل عملائي وكل متابعيني، انا بحترم مهنتي جدا، ومن خلال مبادره افتخر بمهنتك انا بتشرف بجميع عملائي من مستشارين لقضاة لضباط لجميع الفئات. لو عايز تبعت لحد فيهم رساله، انا ببعت رساله لوالدتي ولوالدي واقول له ربنا يشفيك، ربنا يشفيك ولزوجتي يا رب. وطبعا انت ما هنتنيش على طبعا عريس لسه عريس جديد ايمن، الف مبروك. الله يبارك فيك. نعتذر بقى على عدم حضورنا، الف الف ربنا الله يبارك في حضرتك، ربنا يسعدك. طبعا صوره الاستاذ ياسر جلال الفنان الجميل. ده في مسلسل رحيم. ان شاء الله عليك. حتى في شبه بينكم كده يعني، مسمينك احنا ابن خالتي رحيم المجال. صورة تانية برضو معاك. ده المستشار محمود حجازي. ده كانت فرحه في فندق رمادة في المنصورة. ده من الشخصيات المحترمة جدا. وده الدكتور شريف نبيل دكتور عظام، برضو من الشخصيات المحترمة جدا. طبعا نرحب بالاسماء دي الموجوده تنضموا للمبادره ان شاء الله عن طريقك والمصري. شرف ليا، شرف ليا في كفر الشيخ بيلا ان شاء طبعًا الله. طبعا هم بيشجعوا المبادره بكل امانه. ده في مهرجان مصر الدولي. استفاد من المهرجانات ودول قبل ما اقول استفاد من المهرجانات، دول الواجهه المشرفه لمحلي من مستشارين لضباط، وبشكر المستشار احمد اسماعيل عبعال. احنا كمان بنحييهم وبنحيي الرموز الجميله، الاستاذ مصطفى شواف ومعتز بيه ومحمود بيه الجوهري. مش هذكر بقى اذكر مين ولا مين، الناس كلها بصراحه ناس محترمه. بنحييهم جميعا بصراحه. برنامج افتخر بمهنتك بيرحب بالعملاء. الاستاذ محمد علي انا بقول له الف مبروك على المولود الجديد، وبتشرف بالناس دي كلها والله. انت شرف لمن التكفير والتجميل، وتوصلنا لناس قامه وقيمه في المجتمع عشان نقول لهم مهنه الجمال. احنا مهنه الجمال مهنه صانع الفن. طبعا، والناس دي بتقدر المهنه دي جدا جدا جدا. طيب. رساله اخيره لو عايز تقولها لاي حد. انا بوجه رساله لكل اهل بلدي، وبقول لهم متشكر جدا جدا على وقوفكم جنبي في اي وقت وفي اي مكان،
وبشكر أسرة البرنامج وبشكرك أنت شخصيا. تسلمني يا حبيبي. وتشرفت بمعرفة عم حسن. هنستكمل كلامنا مع تاني بس نرجع بقى مع أخونا الكبير القامة والقيمة في السويس عم حسن منورنا. مبارك لك يا إيه الأخبار في الجديدة اللي أنت شايفها على صفحات السوشيال ميديا وعلى المهرجانات والإيفنتات بيفيد الكوافير؟ أنت طبعا بيفيد. آخر فترة شفت حضرتك في فرسان الجمال وفي فرسان الجمال. بيفيد حاجات كتير قوي، وفادني انا شخصيا بعد السنين دي كلها في المهنه، فادني بحاجات كتير قوي كانت تايهه مني واستفدت بحاجات كتير. في تطور دايما عم حسن، احنا طبعا كلنا في المجال بنتعلم كل يوم، بنتعلم كل يوم عن التاني، بس الفتره الاخيره دي في تطور كتير. انت شرف لمدينه السويس ومبادره الخير للعرايس اليتامى عن طريق السنتر بتاعك، لو حابب توجه حاجه للاهل. انا تحت امر بلدي، بلدي تحت امر بلدي، اي حد انا تحت امره، السنتر مفتوح في اي وقت. موجود على الشاشه اللي عايز يتواصل مع عم حسن، هنشوف صور برضو لحضرتك من اللوك ده. اه ايه ده بقى اللون الجديد ده والميك اب ده؟ كان حاجه يعني الزبون جاي عايز حاجه اوفر. اوكي ان شاء الله عليك شغلك محترف، وحتى في سيشن تصوير معامل برضو لشغلك في، ما شاء الله عليك، بس بتواكب العصر زي ما بيقولوا عشان خاطر الحمد لله. الحمد لله. نوعية الشعر ده كيرلي بعد الصبغة؟ ده كيرلي بعد الصبغة. كيرلي بعد الصبغة. بعد الصبغة دي قصة انا حسيت ان الوش هي القصة دي بتاعتها. اه بترجع انت لزوجك. والحمد لله انا بعد ما قصيت دي لقيت شوية قصات كتير على نفس المنوال يعني. اه بتختار القص عم حسن على حسب العميله ولا انت حضرتك ليك نظره طبعا؟ لا هو اصل انا ممكن اشوف قص عليك انت الاقيها شكلها شيك قوي بس ما تمشيش مع بشره تانية. السيشنات دي عم حسن انت بتعملها بعد القصات بعد شغلك؟ اه شغل محترف ما شاء الله عليك، وزي ما احنا بنقول فعلا وكه مشرفه لمدينه السويس ومهنه الكوافير والحريم، تفتخر انك موجود معانا في مبادره، تفتخر بمهنتك باذن الله. الصوره اللي على الشاشه دي الفوتو سيشن اللي عاملها لك يعني مستوحاه من ايه يعني انت الفكره نفسها؟ هو ابني كان معايا في المحل وشاف القصه وشاف الشغل قال لي بابا انا عايز الصوره دي. لا ما شاء الله عليك يا عم حسن شغلك محترف، و طبعا دي العروسه امير ورنا بنقدم لهم تهنئه من هنا من بدر تفتخر ببنتك مصر عوض صبري، بيقدموا لهم تهنئه خاصه. الف الف مبروك. الف مبروك للعروسين، وربنا يفرح الناس كلها دايما. نرجع بقى للمكير السينما ايمن صاحب اللوك الجديد اللي عملوه النهارده وصاحب الكاريزما اللي موجوده دي يا اخويا، عايزك تقول رساله لكل المهن والمواهب الفنيه او الحرفيين الموجودين في بيرة كفر الشيخ كمنسق اعلامي. والله انا بقول لكل المهنيين لو حابب تعمل اعلان او حابب ان انت مثلا شهرتك على السوشيال ميديا، فانا من ناحيه المبادره انا بقترح عليك ان انت تجيلي كاخ قبل عميل او قبل اي شيء، واحنا نتواصل مع البرنامج وان شاء الله المبادره باذن الله عن طريق منسق اعلامي تقدم لنا المسرح القدوه الشباب في كفر الشيخ بيله. عم حسن الوقت طبعا نفسي ان انا اكمل معاك كتير، بس انت فعلا قدمت لنا صوره مشرفه لمهنه الكوافير الحريمي في السويس لك. وكلمه اخيره تقولها رساله لاي اقرب حد ليك لو حابب توجهها الكاميرا مع حضرتك. والدتي طبعا ربنا يحفظها لك. والدتي بدعي لها بالشفاء وربنا يحميها لي. شرفتونا وولادي. حلقه مميزه، ووعد يا عم حسن ان شاء الله نزورك في السويس قريب، والسويس كلها هتتشرف بيك. احنا نتشرف بيك قامه وقيمه كبيره معانا النهارده، والمكان السينمائي ايمن عبد العزيز ده تكريم بسيط من مبادره تفتخر بمنتك. زي ما انت اتفضل. زي ما انت. زي ما انت حبيبي. زي ما انت زي ما انت. شكرا. زي ما انت حبيبي. شكرا. انتظرونا في مبادره الشباب افتخر بمنتك، المبادره الحرفيه والمبادره التجميليه، مثل وقدوه لكل الشباب في جميع محافظات مصر. انتظرونا الاثنين القادم مبادرة تفتخر ببنتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.